يقول انا غادي عند براد باش نتلاقاو به شحال هذه من الشهر. تعطلت البلاصه هذه خصني نجي عندو شويه حيت غيقن ثم غادي نمشي للدار شهر ونرجع. المهم كنا جيت عند براد دابا مشينا كنتقطب شي لعيبات تلاقينا مع واحد السيد واعر واعر بزاف راهو عليه جا من اسبانيا وغادي يدير داك تريبان. المهم كان تيعطينا شي معلومات وعطانا واحد الخريطه ديال الزلال اللي كنا كنقلبوا عليها شحال هادي وما لقيناهاش. جابها من مدريد ومارس. المهم عجبني البلان تاعو لينا على الرحله ديالو وعلى داك الشيء ديال التريب واللعيبات وجاب وحدو تيتمشى بوحدو ورانا قال لك مشيت بغي يمشي لمكون دابا قال لك جيت متوقال ورانا شي طريق اللي واعره نلزمنا متوقال ان شاء الله قدر غادي نمشيو ليها نشوفو البلان كي داير نتبعو ديك الانفورميشن اللي عطانا. المهم بان داك الشيء راه واعر. المهم تنظن بان خصنا نساعدو الناس واخا هو تعطينا المعلومات ياك اللي حنا اصلا ما طلبناش ولكن بغى يشارك معنا معلومه حيت انه هو داز من ديك البلاصه وعجبو البلان وبغى يعاوننا. المهم هذاك السيد ليلى خطر سميتو اخوان اللي عجبني فيه هو انه تيحاول انه يهضر معنا بالانجليزي تيورينا شي معلومات اللي حنا اصلا ما عارفينهمش على الطرقان كيفاش غادي ندوزو من الطريق لينا طريق اللي مزيانه متوقع لينا طريق اللي مزيانه ندوز من هنا ومن هنا. المهم لايلا نعطيه الصحه بغيت نجرب معكم هاد اللحظه هادي حيت ما قدرتش بغيت نصور ولكن ما خديتش الاذن ديالو دونك ورجو لكم. المهم من البعيد تاع انا غادي يبقى عندي ذكرى لان تلاقينا بخوان في هاد النهار هذا وكان نهار كبير مازال كيعطينا معلومات هادي معلومات البراد براد يعطيهم لي هادشي اللي كاين. يلا طلع نشوفكم in a hotel that I don't used to sleep in hotels. He didn't want me to sleep outside. But the other مكين عاد مكين مسكين بزاف ورقيخ مسكين تقيت توا كما كناكلو كناكلو ونمشيو للدار. يلا تلاحو ان شاء الله خليونا ناكلو ان شاء الله. يو غادي نشرح لكم واحد اللعيبه باش ما تنبانش لكم اللي نحاول نشرح لكم واحد اللعيبه من بعد نكملوا هذا الفيديو حيت ما بغيتوش يطول عاوتاني. اليوم كان شويه قصير ما بغيتوش نزاحمو بزاف الفيديو بغيت نهضر شويه وبغيت نتكا شويه براد كندير الجو ربي يسمحي موسو بزاف ولكن ماشي ديما. المهم قدينا الدار ديالو شويه شطبنا اللعيبات كدا. المهم اللي بغيت نوريكم هو هاد اللعيبات اللي غادي تشوفو دا هاد الوراق الحمد لله هاد الوريقات ما نعرفش كيفاش. المهم تلاقينا داك السيد اللي شتو كان احسن رجل نتلاقاو به انا وبراد حيت عطانا داكشي اللي كنا كنقلبو عليه عطانا بزاف ديال المعلومات اللي كنا كنقلبو عليها وما لقيناهاش في المغرب وشبه لينا من اسبانيا دونك ثانكيو. هادشي كامل غادي نحاولو نهضرو عليه حيت بزاف ديال الحوايج اللي كتشوفو. ميرسي يا صاحبي يا واو this is like huge information. This is a game changer. المهم هنا راه ما نعرف كيفاش نشرح لكم مع جاب هادشي من سبين غير خليها الله. المهم هذه اللي غادي تعجبكم بزاف هي هادي ازيلا الكون باش تعرفوا بان راه ازيلا الله كاينه وما كاين هنا وما كاين هنا. المهم كما كتشوفوا غادي نحاولوا نخدموا بها باش نلقاو شي بلايص باش نهاكيو ليها.
بغينا نهاكيو وما عرفناش البلايس دونك هاد الماب غادي تعاوننا ان شاء الله نوصل داكشي اللي بغينا وخصوصا هذيك حيت هي المهم هي هادي تقريبا هادي ملونه والاخرين مملونينش. المهم هنا راه غير الخريطه ديال زيلال. هي هلو هنايا مكون العباس الجبال. المهم اللي بغيت نشرح لكم هي هاد اللعيبه هادي اللي بانت ليا هنا هاد الخريطه هادي ما عرفتش واش هي هادي ولا لا واحده اخرى عندي محقلش ديال الإنا جبل ولكن هادي اللي شرح ليا قبيله مزيان وعرفتها مزيان دونك في الخرائط حيت غادي نحاول نوريكم واحد اللعيبات هنايا ملي كتشوفوا هاد اللعيبة حاولوا انكم تشدوا الخريطة بحال ما هكا وتحطوا المفتاح ولا داكشي كامل هاد الجنب يعني حاولوا تخليها بحال ما هكا. هنايا باش مزيان هاد الخريطة حيت هي ديال الهايك كتوريك شحال خصك تمشي شي لعيبات معرفتش مالا متتفوكسيش مزيان. حاولت نوريكم هاد اللعيبة ولكن ما بغاتش تجمي ولا ما بغاتش تفوكس معرفتش مالا دونك المهم هادي ديال جبل توبقال غادي نحط لكم التصويرة باش تشوفوها مزيان. المهم غادي نحط لكم واحد التصويرة ديالها هنايا قال لك مثلا شحال مثلا ديال المليمترز ولا المتر اللي غادي تمشي من تما لهنا يعني كيوريك الطريق ورانا نيت شي طريق اللي واعره قال لك باش دوز منا ومزيانه حتى اللي توريست يستخدموا هاد الخريطه هادي حيت ما فيهاش بزاف. هنا تيقول لك غادي تضرب من هنايا حتى لهنايا مثلا 6 ايام غادي توصل تما في 7 ايام قال لك شي طريق تما غادي تضربها في يومين قال لك شحال فيها من متر يعني كيقول لك بزاف ديال الحوايج في هاد الخريطه اللي ما غاديش تلقاو وتعطيك عاوتاني المعلومات الاخرين يعني شحال يعني شحال تدخل شي لعيبات الا بغيتي تهضر على تهضر لشي واحد. هنا حاط اليوم الاثمنه تما دايرين 50 درهم المهم حاولت انا نجيب انا الضو ما عرفتش واش غيبان لكم هادشي ولا لا. المهم هاد الخريطة كما قلت لكم غادي تنفعكم الا كنتو باغي تمشيو لجبل توقال ولكن غير بالرجل يعني كاع هاد المنطقة كاع هادشي كامل على جبل توقال فيها بزاف ديال البلايص معايا اللي ممكن انك تمشي ليها نيشان اي بالرجل كدا ويقول لك شحال الوقت كدا كامل يعني ما ماشي صعيبة. هنا تكتبوا لك هنا يا إمليل ما عرفت واش غيبان لكم تمايا هنا كاتبين على تاني لسن. المهم كاين بزاف ديال المعلومات هنا خاصة كما قلت لكم كاينين بزاف ديال المعلومات في هاد الخريطة ماشي غير هادي اللي عطانا بزاف ديال الخرائط اللي كيستعملوها بزاف ديال لي توريست ماشي حنايا ولكن مزيان غادي نحاول انا نعطيو هاد المعلومات حنايا لشي توريست ولا شي لعبة باش حتى الا كان بغا يمشي ولا شي حاجة نعطيو حتى حنايا نساهمو معاه. واحد الهضرة اللي قالو عجبتنا حنايا بجوج قال لك مبغيتش ندي معايا السوفونير قال لك باغي نعطي هادشي لشي واحد اخر اللي غادي يستافد منه و يوصلوا لشي حاجه اخرى ماشي انا استخدمتها يعني غادي نمشي ندي الدار ونعلقها كما هي فهمتوا ديك اللعيبه اللي معلقه دي قال لك ما بغيتش انا ندي هادي ونمشي نقول لهم حكا راه جيت من المغرب والسوفونير قال لك الحاله والسيد عنده 42 سنه دونك ما الا ما عندي ما نسال. المهم نخلي لكم هادي تقراوها شويه الا كنتو باغيين تقراو هادشي الا بان عاوتاني مزيان غنمشيو نحاول. المشكلة كدير الزوم من بعد كتخرج داك الزوم ما عرفتش مالا واش حماقيتي ايه كمون حلفات
المهم معليناش. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو كان فيديو خفيف ظريف ما درناش فيه بزاف، ولكن تلاقينا مع داك السيد اللي عطانا هاد اللعيبه الله يلا دوزنا واعر في البصح. غادي نحاولوا نخدموا هادي بزاف، نحاولوا نلقاو بلايص اللي هما زوينين وغادي نديرو معاه تاني في الهايك ان شاء الله، نحاولوا نردو الهايكين كلاب الى ما الدراري. يلا المهم هادشي اللي كان في هاد الفيديو، تهلاو فراسكم. الى كنتو باغيين تفرجوا الفيديوهات ديال الزاويه ولا شي حاجه، حاولوا تدخلوا لاشين الثانيه تما فين حط كاع الفيديوهات، غادي تنزلوا لتحت غادي تلقاو في اللينك لتحت في الديسكريبشن القناه اللي غادي يديكم نيشان لديك القناه الاخرى اللي ممكن غادي تشوف فيها الفيديوهات اللي درنا واللي درنا في الزاويه وهادشي كامل. يلا تهلاو، نشوفكم ان شاء الله. Peace. Peace. Peace.